نجدد الترحيب بكم مرة أخرى، ونجدد الترحيب بضيفنا الذي يتواجد معنا في أولى فقرات هذه التغطية الخاصة باليوم الوطني، وهو الأستاذ مشعل سديري، رئيس اتحاد رياضة السيارات سابقا، الاتحاد السعودي للسيارات سابقا، وأيضا هو عضو في اللجنة الأولمبية. حياك الله أستاذ مشعل. هلا، حياك الله. حياك الله، عضو سابق. وأنا أشكر طبعا القناة الرياضية على هذه الاستضافة في هذا اليوم السعيد، وأنتهز هذه الفرصة لأرفع إلى سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، وإلى كافة إخواني الشعب، أخواني وأخواتي من الشعب السعودي ومحبي هذا البلد الكريم. أسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وأن يديم عليها نعمة، أن يديم عليها كافة نعمه إن شاء الله. اللهم آمين. ببداية أستاذ مشعل، ودي أسألك عن كيف ترى الملامح الآن في هذا الاحتفاء في اليوم الوطني؟ ما في شك، يعني من المظاهر اللي لمستها طبعا حتى في الشوارع أو من مقابلة الناس، أن في هذا اليوم يعني يعتبر يوم لتجديد أواصر اللحمة والتكاتف، وفي نفس الوقت استحضار يعني المنجزات اللي قام بها الملك المؤسس والملوك السابقين طيب الله ثراهم، وكذلك يعني الاستعداد يعني لمستقبل هذه البلاد الزاهر في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين. نعم. طيب خلينا نستعرض يعني يمكن الأيام اللي سبقت اليوم الوطني كان هناك حراك في وسائل التواصل الاجتماعي عن هذه المناسبة، أيضا وجدنا يعني من قطاع رجال الأعمال والقطاع الأهلي أيضا هناك أيضا حراك في ما يتعلق بالاحتفاء بهذه المناسبة وتجسيد هذه المناسبة. كيف ترى حجم يعني الحراك في وسائل التواصل الاجتماعي لهذه المناسبة، سواء كان على مستوى الأفراد أو على مستوى المؤسسات؟ طبعا المستوى بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي لا يقل زخمه عما يلمسه الإنسان. طبعا يعني بالنسبة للقطاع الخاص، كثير من الشركات قامت بتقديم الكثير من العروض بهذا اليوم الوطني، وكثير منها يعني حتى قام بتقديم خدمات مجانية احتفال بهذا اليوم. طبعا بالنسبة لإخواني يعني المشاركين في أخواتي مشاركين في وسائل التواصل الاجتماعي، يعني اليوم لما يعني افتتحت الصفحات كلها تذهب اللون الأخضر، والكلمات الجميلة اللي تعبر عن محبة والولاء لهذا الوطن وقيادته. نعم أستاذ مشعل، وأيضا خالد، لنتابع هذا الكليب ثم نعود للحديث. أهلا بكم من جديد في يوم الوطن ومع ضيفنا مشعل السديري. أستاذ مشعل، دعنا نتكلم الآن، خالد تطرق إلى موضوع السوشيال ميديا وما مر خلال هاليومين ثلاثة، كانت يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني المسجات اللي وصلت، الرسائل اللي كانت مفعلة، والآن هناك فعاليات تقوم في جميع أنحاء المملكة، كيف تصف تجسيد الشعب لهذه المناسبة؟ والله بالنسبة يعني للشعب يعني يثبت أن كل يوم أنه محب لبلده ومحب لقيادته، فيعني منذ البداية يعني منذ بداية متابعتي لوسائل التواصل الاجتماعي دائما وابدا يعني يكونون دائما يعبرون عن حبهم لبلادهم وقيادتنا الرشيدة. لكن في آخر أسبوع يعني كثير منهم ما شاء الله، سواء يعني بمشاركته بالكلمة أو بالصورة، يعني يوجد وكثير يعني من سواء بالنسبة على تويتر ولا على إنستغرام ولا على الفيسبوك، يعني كثير من المشاركات الجميلة يعني تخلي الواحد يتابع، وهذا طبعا يضيف الى روح هذا اليوم الوطني السعيد. بدأ قبل يومين تقريبا، صحيح. نعم. الزخم، فكانت هناك زخم البناء يعني نعم. وهذا يدل على مدى اهتمام الناس. صحيح. بهذه المناسبة. نعم. السعيدة. طيب استاذ مشعل، يعني في كل مناسبة يتجدد فيها ذكرى اليوم الوطني للمملكة، طبعا أنا بعرج على كلمة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد عندما ذكر في كلمته أن في كل يوم وطني نستشعر كثير من الإنجازات التي تحققت في هذا البلد، ونحمد الله على النعم التي يعني نحن نعيش فيها. ألا ترى أن هذا التوجه من الممكن يعني أن يعزز الهوية الوطنية لدى أفراد الشعب، خاصة
الأجيال التي تتوالى. ما في شك يعني كانت كلمة طيبة ومباركة وتعبر عن التوجه المستقبلي لهذا البلاد اللي طبعا يعني يجعل الإنسان ينظر إليه إن شاء الله بزهو. يعني طبعا بلادنا مقبلة على تغييرات يعني من اعتماد على النفط إلى على الاعتماد على وسائل دخل متعددة، وهذا طبعا يعكس اهتمام قيادة بلادنا رشيدة بأن بلادنا يستمر فيها الرخاء والازدهار. يعني كانت كلمة طيبة وحسيت يعني بالتجاوب الكثير من الناس معها، فكانت الحمد لله كلمة موفقة وطيبة. نعم. وهذا ليس بغريب عليهم. نعم طبعا هناك تقرير عندنا أظن خالد، عندنا تقرير نتابع التقرير لم يجهز بعد. طيب أستاذ مشعل، يعني دعنا نتكلم الآن عن بداية هذا العام الجديد الهجري. نعم. وأيضا مع اليوم الوطني، هذا التكامل في التواريخ يعني، وفي يعني ما شاء الله هذه مناسبات سعيدة يعني. نعم. يعني تجعل الإنسان يعني يقول أن هذا التصادف يعني تصادف طيب. نعم. كثير يعني بالعكس أشوف يعني الناس عندهم إحساس بالسعادة، وأحس يعني إحساس بالمشاركة وبقوة الانتماء لهذا البلد، واستحضارهم لتضحيات اللي يقدمها جنودنا في الحد الجنوبي، واستحضارهم كذلك إلى التحديات التي تواجه بلدنا، والتحامهم والتصاقهم بقيادة بلدنا الله يحفظها ويديمهم رخاء علينا. نعم. خلينا نرجع لجهود الحكومة حفظها الله. طبعا لقد أبت حكومة المملكة منذ إنشائها على نشر العلم وتعليم أبناء الأمة والاهتمام صحيح. أيضا بالآداب والثقافة، وعينتها أيضا بتشجيع البحوث العلمية وصيانة التراث الإسلامي والعربي. كيف ينظر الأستاذ مشعل السديري لمثل هذه التوجهات ومخرجاتها في المستقبل؟ يعني ما في شك يعني في كثير من المناسبات الحضارية، يعني أستحضر واحد كنت يعني شاهد عليه وحضرته اللي هو سوق عكاظ هذه السنة، يعني كان ملحمة وطنية وتاريخية في نفس الوقت، يعني كان إبداع يعني، وكان يعني يشجعني إني أحضر المناسبات هذه. بالنسبة يعني إذا رأينا مناسبات أخرى كلها يعني تعبر عن الولاء، المظاهر اللي شفتها البارح مثلا أمس سماء الرياض سطعت بألوان الليزر الخضراء، يعني ما أدري كان أخواني شافوها ولا لا، فيعني كل هذه تعطي شعور جميل بهذا اليوم. كيف يمكن أن نعزز هذا الاحتفال وهذه المناسبة ليست فقط في يوم واحد في أبناء الوطن وخاصة في مجال التعليم؟ ما في شك ان كثير يعني من ابناء هذا الوطن عندهم الحس الواعي، طبعا هذا ورثوه عن ابائهم واجدادهم بانتمائهم الى هذا البلد. انا اتوقع يعني ان في مجال التعليم اللي هو التركيز على تعليم التربيه الوطنيه، التعريف بالمنجزات اللي قامت عليها هذه الدوله المباركه، سواء من الدوله السعوديه الاولى او الدوله السعوديه الثانيه او الدوله السعوديه الثالثه، اللي احنا نحتفل بذكرى تاسيس 87 عام على مرور اسم المملكة العربية السعودية، ولا هي كانت قبل سلطنة نجد والحجاز وقبلها سلطنة نجد، هذا بالنسبة للدولة السعودية الثالثة. فيعني تاريخ المملكة ما نختصره فقط في 87 عام، يعني تاريخ المملكة يرجع إلى قرابة 300 عام. طيب. يعني هذا النقطة اللي حبيت يعني أركز عليها. نعم. هذه الدولة المباركة يعني امتداد لهذا التاريخ العريق. جميل. خلينا نرجع لبعض الإنجازات في بعض المجالات، ومن ضمنها أيضا المجال الاقتصادي. الآن المملكة ما شاء الله أصبحت من ضمن الدول الـ20 الاقتصادية أيضا. لو تكلمنا وتحدثنا عن الحراك الشبابي والحراك الرياضي، وأنت أحد شواهد تلك الفترة عندما كنت رئيس الاتحاد السعودي لرياضة السيارات في فترة من الفترات، وما حققته رياضة السيارات لدينا من إنجازات، بودي أن تستعرض لنا بعض الإنجازات التي تحققت سواء في أي مجال أنت تختاره. يعني كثير إذا تكلمنا عن رياضة السيارات، طبعا
المملكة العربية السعودية انطلقت فيها رياضة السيارات من عام 2006. طبعا كانت باكورة هذه الانطلاقة بمناسبة التظاهرة الرياضية اللي كانت رالي حايل اللي استمل ودخل حتى رزنامة البطولات العالمية. طبعا الآن نجد رياضة السيارات والدراجات النارية اتسعت طبعا بوجود مجلس الإدارة الجديد اللي قام يعني بنقلها يعني قام برفع مستوى هذه الرياضة. فيعني بالعكس بالنسبة لرياضة السيارات، لكن ودي أعرج على نقطة كانت حلوة يعني.